سرطان المعدة من السرطانات النادرة اللي مش شائعة الحدوث، والأبحاث الأخيرة بتقول إن السبب فيها لسبب لبعد كبير لجرثومة المعدة، المية الساقعة أو سواء المية عامة يستحب خصوصا قبل الأكل. أولا بتدي إحساس بالشبع، بتخليش الواحد ياخد كميات كبيرة، بتحسن الهضم. صحيح صحيح. طب خلينا نتكلم كمان عن الأمراض، عن بعض الأمراض، مش كل الأمراض أكيد عشان إحنا ما نعم دائما، خلينا نتكلم عن بعض الأمراض اللي بتأثر على المعدة، بتأثر على المعدة بشكل عام، سواء كان أنا عندي قرحة في المعدة أو كان عندي التهاب أو في فم المعدة أو كان عندي قرحة في المعدة أو حموضة أو التهاب في جدار المعدة. أكثر أمراض الأمراض المزمنة، لأن المريض ده بيحتاج دواء كل يوميا، بياخد الدواء يوميا لطول حياته كلها، وده بيبقى عامة بيشتكي معظم المرضى بيشتكي من المعدات على فترات مختلفة خلال العلاج اللي بياخده. في مريض بياخد علاج ضغط وسكر شهري يوميا لمدة أقصى حياته، وده بيأثر على جدار المعدة، لأن المعدة برضو الأدوية دي كلها عبارة عن مواد كيميائية بتأثر على المعدة. صحيح، كله يؤثر على المعدة. يمكن هي المعدة هي بيتنا، يمكن أو بيت الإنسان، يمكن هي اللي بتحدد كيف الإنسان يكون دائما. طبعا هي مدخل الغذاء لجسم الإنسان، الغذاء والمية. صحيح أكيد. طب نتكلم كمان في نقطة يمكن جدا مهمة، إحنا بنسمع دائما عن جرثومة المعدة، لكن إحنا ما نعرف يعني إيش جرثومة المعدة. أنا عندي اليوم جرثومة المعدة، يعني إيش أنا عندي جرثومة المعدة؟ أولا جرثومة المعدة هي بكتيريا معينة اكتشفوها، لقوها موجودة في غالبية الأمراض اللي بتسبب مشاكل في المعدة. تشخيصها لما عن طريق الدم أو عن طريق البراز أو عن طريق النفس، والنفس هو الأدق، تحليل النفس هو الأدق، وبدينا نسبة كام في المية بالضبط. الجرثومة دي لقوها بتسبب مشاكل كتير، بتؤدي لأعراض كتير عند المرضى. عندها أعراض وعندها أسباب، خلينا نتكلم عن أعراضها بالبداية وبعدين أسبابها. هي نفس أعراض الارتجاع والحموضة، حموضة، ارتجاع في المريء، غثيان، ممكن قيء، راحة نفس كريهة، عسر هضم، إسهال.